Thank you so much. That was a difficult كانت مباراة صعبة لأننا كنا نلاعب فريقا صعبا. بذلنا كل ما في وسعنا وأعتقد أن النتيجة كانت جيدة لأننا لعبنا كفريق. أنا سعيد جدا لمصطفى شوبير. مباراة صعبة أمام فريق قوي خارج ملعبنا، كان مركزا طوال 90 دقيقة. لقد قام بأداء جيد جدا وأنا سعيد جدا له، والفريق كله كان رائعا. المباراة القادمة صعبة جدا لأننا لم ننتهي بعد. يجب أن نركز جيدا جدا لأننا لم ننتهي بعد. يجب أن نعطي كل ما علينا للوصول إلى نصف النهائي. سنلعب على أرضنا ويجب أن نسعد جماهيرنا ونثبت أننا الأحق بالوصول لنصف النهائي. أكيد تصريحات يانكون وتصريحات أو يعني تعقيبا على اللي قاله كابتن هيثم، الحقيقة ده عادة النادي الأهلي. وخلينا نتكلم بكل أمانة، إحنا شفنا نسخة مميزة جدا جدا لسيمبا التنزاني وللكرة التنزانية بشكل عام، الحقيقة متمثلة في يانج أفريكانز، متمثلة في سيمبا التنزاني، بيقدموا كرة حلوة الحقيقة، قدموا كرة حلوة جدا، كرة هجومية بشكل كبير، عندهم لعيبة مميزة بشكل كبير. لكن كل التحية طبعا لكل اللاعبين، وبالأخص كلنا طبعا فرحانين بمصطفى شوبير الحقيقة، اللي في المباريات الصعبة الحقيقة بيبين معدن هذا الحارس الحقيقة، اللي كلنا الحقيقة يعني فرحانين جدا جدا. وكعادة النادي الأهلي دايما ولاد بحراسة المرمى، والمركز ده بالذات النادي الأهلي مر عليه أجيال وأجيال وعمالقة في حراسة المرمى الحقيقة. مصطفى شوبير كل يوم وكل تجربة بياخدها مع النادي الأهلي بيثبت أنه حارس كبير جدا جدا على المستوى الفني، على مستوى الاتزان داخل الملعب، وعنده ثقة في نفسه بشكل كبير جدا جدا، وعنده رؤية كويسة، وعنده ريفلكس كويس جدا. الحقيقة مصطفى شوبير كان سبب الحقيقة من أسباب خروج النادي الأهلي فايز امبارح بنتيجة 1-0، وده بيعود على الفرقة كلها. يعني دايما بنتكلم حارس المرمى أو البطل لازم يكون عنده حارس مرمى بطل، الحقيقة احنا بنطمن على حراسة مرمانا من خلال طبعا مصطفى شوبير. ان شاء الله الشناوي يرجع بالسلامة، وعندنا حمزة، وعندنا الحقيقة كمان يعني حراس مرمى ممتازين. ان شاء الله النادي الاهلي ما عندوش اي مشكلة في حراسة المرمى.